كان يعني يستعرض تقرير النصف السنوي للبرنامج الحكومي ويطلع ويطلع الإطار على استعدادات الحكومة لتنفيذ الموازنة. في جريدة الوقائع الرسمية الموازنة الاتحادية تنشر غدا والمشاريع الاستراتيجية تستعد للتنفيذ. خلال الشهر المقبل الداخليه تتسلم الملف الامني في ديقار والعمليه المشتركه تكشف خطتها الامنيه لايام العيد درع الحسين ورسوله البليغ والمبلغ الى حيث هتافهم ونداء استغاثاتهم جاءهم يحمل البشرى وسؤاله من منكم للحسين قد اعلن النصر ولقيامته مؤازرا تجمهرت الاكف مبايعه لكن نواياها الزائفه كانت بائعه باعت مسلما بثمن بخس واحاطوه غدرا ورفعوه الى قصر خيبتهم بعد ان اراد بهم رفعه اشار بيده الى الحجاز مطلقا كلمات بايجاز سلام من الله عليك يا ابا عبد الله وصل السلام وكان الالهام ان تستقر اكف الحسين عند راس حميده تمسح على الطفله الوحيده مات مسلم المغدور في ارض قتلها الغرور كمقتل من استلهم الرسالة من سيرة أجداده ذلك الذي بقر العلم بقره واجتبى يرشد الناس خبرة عن معارف الأولين وأسرار اللاحقين وانبرى بعلمه وفطانة مكانته يشيد للدين مقامه ويشد للمؤمن أزره وقيامه فبان الحق حقا في زمن لبس الباطل ثوب الحق وصير نفسه حقا فما كان لاهل الضلاله الا كيد مكائدهم عندما دسوا سم خبائثهم لينالوا من امامنا المسموم باقر العلوم ومستودع علم ال بيت النبوه فالسلام على من شهد مصرع جده الحسين الشهيد الشافع لشيعته يوم البعث الاكبر. استعرض رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني التقرير نصف السنوي للبرنامج الحكومي السوداني ذكر في حديث عن أهم مفاصل التقرير أنه يضع أمام أبناء الشعب والرأي العام والسلطات التشريعية والرقابية الدستورية ملخصا عن التقرير النصف السنوي الأول عن أداء وسير إنجاز الجهاز الحكومي للبرنامج الوزاري الذي أقر الثاني عشر من كانون الأول من عام 2022 مشيرا الى ان البرنامج حظي بمتابعه متواصله منذ جلسه الاقرار وصولا الى الجلسه الاخيره التي اقر فيها بل اقر فيها هذا التقرير لافتا الى ان هذا العمل انجز بدون موازنه وتم عمله بما متوفر من موارد في الوزارات والمحافظات وحسب صلاحيات الحكومه التقرير النصف سنوي للبرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني تضمن تفاصيل عديده حيث اشار فيه الى ان الاولويه كانت الاسراع بانجاز المشاريع المتلكئه التي تعرقلت منذ اعوام بسبب سوء الاداره او قله التخصيصات او بسبب الفساد حيث تم اطلاق الجوله الخامسه من التراخيص للاستثمار في مجال النفط والغاز. وقد تم الاعلان عن الجولة السادسة المكملة لاستثمار ثروة الغاز واكد اكمال نحو 25 مؤسسة صحية بين مستشفى ومركز تخصصي فضلا عن نحو 20 مركزا صحيا وعيادة واضاف انه تم انجاز 414 مدرسة توزعت بين عدة محافظات والمباشرة بتأهيل 300 مبنى مدرسي اخر فيما يستمر العمل لبناء 2000 مدرسة فيما لفت إلى توقيع عقود مع شركات عالمية كشركتي سيمنز وجنرال إليكتريك الوصول بالإنتاج الوطني للطاقة الكهربائية إلى 26 ألف ميجاوات وبما يخص توفير فرص العمل قال السوداني أنه تم إنصاف أكثر من 600 ألف من حملة الشهادات العليا والخريجين والأوائل والعقود والمحاضرين والأجور اليومية وفي محور مواجهة الفساد المالي والإداري أكد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني إن تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد والفريق الأمني الساند لملاحقة كبار الفاسدين تم وفق إجراءات دستورية قانونية لا اجتهادات فيها هو التحدي الأبرز والأخطر لكل سياسات وبرامج الدولة العراقية لذلك كان إصلاح المؤسسات الرقابية في قائمه اولويات عمل هذه الحكومه خلال هذه السته اشهر ثم شكلنا الهيئه العليا لمكافحه الفساد والفريق الامني الساند لملاحقه كبار الفاسدين اليوم نعمل احنا وفق اجراءات قانونيه دستوريه مهنيه مو اجتهادات من قبل المسؤول كما حصل في السابق وترك اثار سلبيه على عمليه مكافحه الفساد لا كل اجراءاتنا تخضع للقضاء للقانون بكل مهنيه وبتوفير كامل الضمانات الدستوريه للمتهمين في هذه العمليه. على الرغم من مرور اكثر من سته اشهر على حكومه السودان الا ان هناك شبه اتفاق على انها تسير بخطى متوازنه لتنفيذ برنامجها الوزاري بحسب المراقبين، فيما شدد اخرون على ضروره تكثيف الجهود باتجاه تفعيل دور القطاع الخاص، تقرير حسين ياسين. مواجهه البطاله ومعالجه الفقر ومكافحه الفساد المالي والاداري وتقديم الخدمات والاصلاح الاقتصادي هي الاولويات الخمسه التي تعمل على تحقيقها حكومه السودان وهو ما كشفت عنه من خلال التقرير النصف السنوي الذي اعلنته ورفعت نسخه منه الى مجلس النواب وهي خطوه عدها مراقبون بالاتجاه الصحيح باعتبارها تؤكد الجديه في تحقيق الاهداف التي ينتظرها الشارع العراقي الان مضى على عمر الحكومه اكثر من سبعه اشهر لكن كل الاوساط السياسيه والشعبيه وكذلك الاكاديميه تتفق بان السيد السوداني يعني لحد الان هنالك اداء ناجحا اداء متوازنا اداء متفاعلا مع كل معاناة الشعب العراقي وكذلك معالجا للأزمات التي يعاني منها ابناء الشعب العراقي وجهات نظر أخرى توقعت اتساع مساحة تنفيذ المنهاج الوزاري للحكومة خلال المدة القادمة لا سيما بعد اقرار قانون الموازنه الاتحاديه العامه التي ستوفر الغطاء المالي لها وسط دعوات الى ضروره تنشيط القطاعات المعطله وبالاخص القطاعات الصناعيه والزراعيه والاستثماريه التي من الممكن ان تسهم في تحريك عجله الاقتصاد والتنميه وبالتالي سيخلق ذلك فرصا للعمل تحريك القطاع الخاص ضمن الموازنة وضمن البرنامج التنفيذي للحكومة العراقية الحالية نقطة مهمة جدا كي نذهب بعيدا باتجاه يعني عملية استقطاب الأيدي العاملة العراقية خاصة دا ما علمنا أنه قبل شهر تم إقرار قانون القطاع الخاص تحت مجلس النواب العراقي وبالتالي هذا يكاد يكون موازي لعملية الخدمة والتقاعد بالنسبة إلى موظفي الدولة العراقية وأيضا موظفي القطاع الخاص بالمجمل يبقى نجاح الحكومة في مهمتها التي لا تخلو من الصعوبة مرهونا بحجم الدعم والإسناد لها من قبل مختلف الفعاليات السياسية وحتى المجتمعية حسين ياسين الفرات بغداد عقد الاطار التنسيقي اجتماعه الدوري لمناقشه اخر التطورات السياسيه والاقتصاديه والامنيه في البلاد وقال بيان للاطار ان رئيس الوزراء محمد الشيعه السوداني عرض استعدادات الحكومه لتنفيذ الموازنه ومعالجه واقع الكهرباء وتقييم ادائها للفتره الماضيه واعلن المجتمعون دعمهم للقرارات والاجراءات التي تتخذها الحكومه في خدمه المواطن والاستمرار بتنفيذ المشاريع الحيويه والمهمه واستكمال جميع الخطط التي تضمنها المنهاج الحكومي لتطوير مختلف القطاعات وتحقيق التنميه المستدامه بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم مع رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة. السيد الحكيم استقبل السوداني في مكتبه ببغداد حيث شهد اللقاء التأكيد على دعم الرؤى والمسارات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق الإصلاحات في بنية الدولة وتعزيز الاستقرار في أنحاء العراق. أشاد سيد الحكيم خلال اللقاء بمساعي السوداني في الانفتاح الأقليمي والدولي واعتماد منهج الاعتدال في التعاطي مع قضايا المنطقة مجددا تأكيده على أن التحدي الحالي تحد خدمي وحمل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية الجميع مسؤولية دعم الحكومة من أجل استثمار الفرص الثمينة للانتقال من مرحلة الاستقرار الحالي وتحويله إلى استقرار دائم افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني المرحلة الأولى من مشاريع تطوير الوحدات الغازية العاملة وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن السودان افتتح المرحلة الأولى من مشاريع تطوير الوحدات الغازية العاملة ورفع كفاءتها مشيرا إلى أن ذلك تم عبر تشغيل أربعين منظومة لتبريد الهواء الداخل للوحدات التوليدية في ثماني محطات ببغداد والمحافظات مبينا أن المحطات تم تجهيزها بموجب العقد المبرم مع شركه سيمنز اعلنت وزاره العدل نشر قانون الموازنه في جريده الوقائع العراقيه الاثنين وقال المتحدث باسم الوزاره كامل امين ان الموازنه العامه للسنوات 2023 و24 و25 ستنشر يوم الاثنين في جريده الوقائع العراقيه واضاف ان الموازنه تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاول من كانون الثاني عام 2023 أعلنت وزارة المالية استمرارها بأعمال تدقيق قانون الموازنة الاتحادية العام لعام 2023 بالتنسيق مع وزارة العدل ذكرت الوزارة في بيان أن أعمال تدقيق لقانون الموازنة مستمرة مع وزارة العدل لغرض نشره في جريدة الوقائع الرسمية البيان أضاف أن تعليمات تنفيذ الموازنة ستصدر بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية مشددا على انها ستقوم بالاعلان عن نشر التعليمات بعد استلامها القانون وبحسب الضوابط المنصوص عليها وفق القانون ودعت الوزاره الى عدم اعتماد التصريحات بهذا الخصوص الا من قبل المصادر الرسميه المخوله من قبل الوزاره حسرا وبعد أن بات نشر الموازنة في جريدة الوقائع الرسمية مؤكدا ارتفعت الآمال الشعبية بإطلاق الاستحقاقات المالية وسط مطالبات بتفعيل القطاع الخاص لتشغيل الأيادي العاملة صباح حكيم وفينا بالمزيد من التفاصيل تواصل وزارتي المالية والعدل أعمال تدقيق الموازنة الاتحادية لعام 2023 التي صوت عليها مجلس النواب مؤخرًا. تعليمات التنفيذ ستصدر بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية وتتضمن موازنة ثلاثة وعشرين مبالغ مالية كبيرة استثماريا وتشغيليا ومنها رواتب سبعمائة وعشرين ألف موظف جديد موازنة بثمان وسبعين مادة بعد إضافة احد عشر مادة علي النسخة المرسلة من الحكومة وبمناقلات بقيمة ستة تريليونات لزيادة تخصيصات المحافظات وإضافة الدرجات الوظيفية الجديدة فيما يترقب المواطنون الاسراع بالتنفيذ واطلاق الاموال هناك حاجة ماسة لعملية الإسراع بإطلاق أموال الموازنة العامة بعد أن تم إقرارها داخل مجلس المناوب ومصادق عليها في رئاسة الجمهورية وإن كانت هناك بعض المناقشات الآن تجري وحوارات داخل أسقف وزارة العدل ووزارة المالية لكن العملية تحتاج إلى إصرار من قبل الحكومة العراقية لعدم وجود تعطيل من أجل صرف الأموال وليس هناك كثير من حاجات المواطن التي تنتظر على قد تقدير هناك أكثر من 700 ألف درجة وظيفية وهناك حاجات لمشاريع استراتيجية ومع ان الموازنه تلبي طموحات شرائح عديده لكنها بالتاكيد لا تلبي طموحات الجميع فالكثير من العاطلين ينتظرون فرص التعيين في وقت تسعى فيه الحكومه لايقاف التعيينات او تقليلها باعتبارها تشكل ومنذ سنوات عبئا كبيرا على الموازنات السنويه الحكوميه والاعتماد اغلب العاطلين من الخريجين او غير الخريجين على القطاع الوظيفي الحكومي لغياب فرص التعيين في القطاع الخاصة التنفيذ واطلاق الاموال موضوع يهم مصالح الناس. يهم احلام الشباب اللي ينتظرون مثلا اطلاق درجات تعيين ينتظرون تثبيت عقود يعني كثير من الامور بانتظار الموازنة واطلاقها طبعا الناس خاله بالها بانه اكو روتين اكو بيروقراطيه راح يتم تاخير الموازنة باعتبار المراجعة مراجعة الموازنة راح تكون من قبل الجهات التنفيذية وسط ظروف عصيبة واعتراضات وخلافات سياسية مررت الموازنة والتي ستطبق بأثر رجعي من الأول من كانون الثاني وتنتظر الخطط والمشاريع الاستثماريه والخدميه انطلاق الاموال ايضا، لا سيما ان البرنامج الحكومي للسيد السوداني تضمن عده مشاريع وخطط تنمويه وخدميه اصلاحيه تعتمد كليا على اموال الموازنه التي ينتظر اطلاقها خلال الايام القادمه. صباح حكيم الفرات. بحث رئيس مجلس القضاء على فائق زيدان مع محافظ البنك المركزي على العلاق العمل المشترك بين البنك والقضاء وقال بيان لمجلس القضاء أن زيدان استقبل محافظ البنك المركزي على العلاق وبحث معه ضرورة التنسيق بين القضاء ومكتب غسيل الأموال في البنك المركزي لمعالجة المخالفات المتعلقة ببيع وشراء العملة الأجنبية أكد عضو لجنة الثقافة النيابية رفيق الصالح أن منحة الصحفيين للعامين الماضي والحالي ستنطلق قريباً. وقال الصالح في تصريح صحفي أن المنحة المخصصة للصحفيين ستطلق بعد تنفيذ قانون الموازنة لافتاً إلى أن منحة العام الماضي ستدمج مع العام الحالي. وأضاف أن آلية التوزيع ستتم وفق القوائم المسجلة منذ عام 2014 وحتى عام 2021. أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق أن هناك توجها لإنشاء مدينة مركز المال والأعمال في العراق. العلاق وفي تصريح صحفي قال إن هناك إمكانية فتح قنوات جديدة للتحويل الخارجي وارتفاع نسبة تنفيذ الحوالات اليومية وإن مساهمة البنك المركزي العراقي في تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص من خلال سياسة نقدية غير تقليدية تميزت بدعم وتحفيز الاقتصاد بشكل مباشر كما أعلن عن إطلاق استراتيجيات لتعزيز العمق المالي منها تأسيس مصر في ريادة وشركة ضمان القروض ومركز مال للأعمال أعلن مصرف رافدين البدء بتوزيع رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لشهر تموز، وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إنه تم البدء بتوزيع رواتب الحماية الاجتماعية للمشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لشهر تموز. وأضاف أن الصرف عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني، وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب تسلم راتبه من شركة فروع المصارف المنتشرة في بغداد والمحافظات أو من مكاتب الصرف الخاصه او من اي مكان يتواجد فيه اعلنت هيئه النزاهه الاتحاديه القبض على ضابط برتبه رائد يعمل في قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقليه بمحافظه ميسان متلبسا بالرشوه واكدت دائره التحقيقات في هيئه النزاهه الاتحاديه في بيان انه تم تنفيذ عمليه ضبط بحق ضابط برتبه رائد في قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقليه في محافظه ميسان، واضاف ان عمليه التنفيذ تمت بناء على مذكره قضائيه على خلفيه اقدام الضابط على طلب رشوه من شقيق احد الموقوفين لقاء مساعده شقيقه الموقوف. أكدت وزارة الداخلية تسلم الملف الأمني في محافظة ذقار مطلع تموز المقبل مشيرة إلى أن العملية سيتبعها تسلم الملف في ثلاث محافظات أخرى وقال مدير إعلام الوزارة اللواء معا أن الوزارة تسلمت الملف الأمني حتى الآن في خمس محافظات وستتسلمه في الأول من تموز في ذقار وسيتبع هذه العملية تسلم الملف الأمني في ثلاث محافظات أخرى أضاف أن المسؤولية في المحافظة التي يتم تسلم الملف الأمني فيها على عاتق قيادات الشرطة ثم أقسامها فمراكزها وتقوم أفواج الطوارئ بعملية الإسناد مع تواجد لواء شرطة اتحادية في كل محافظة حسب الوضع والمتطلبات وفوج من الرد السريع ومن يقوم بإدارة الملف الأمني عمليات وزارة الداخلية وبإشراف الوزير. وصل وفد أمني برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي إلى محافظة البصرة وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي وصل إلى محافظة البصرة على رأس وفد أمني ضم كل من معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وعدد من ضباط وهيئات الركن البيان أضاف أن ذلك جاء للإطلاع على الوضع الأمني وتقويم إجراءات التشكيلات والوحدات والأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار. تمكنت مفارز المديرية العامة للمعلومات في معاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد الشعبي في محافظة نينوى من اعتقال إرهابي في مدينة الموصل. وذكر إعلام الحشد في بيان أنه بجهد استخباري ومتابعة دقيقة بعد استحصال الموافقات القضائية وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب قامت مفارز المديرية العامة للمعلومات في معاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد الشعبي في محافظة نينوى من اعتقال إرهابي كان يعمل فيما يسمى ديوان الجند لواء أبو عبيدة الجراح <applause> اعلنت قياده العمليات المشتركه دخول الخطه الامنيه الخاصه بعيد الاضحى المبارك حيز التنفيذ وقال المتحدث باسم القياده اللواء تحسين الخفاجي ان الخطه الامنيه الخاصه بعيد الاضحى المبارك دخلت حيز التنفيذ وشملت تكثيف الجهد الاستخباري واضاف ان الضربات الجويه التي نفذت في كركوك والتي اسفرت عن مقتل عدد من الارهابيين كانت من ضمن العمليات الاستباقيه لتامين المناسبات واشار الخفاجي الى توجيه قياده عمليات بغداد بانتشار الجهد الامني وحمايه المراكز التجاريه والترفيهيه التي سيكون فيها تجمع بشري كالمتنزهات والحدائق تمكنت الاستخبارات العسكرية من ضبط كتس كبير للاعتداء المختلفة تابعة لداعش الإرهابي غرب نينوى وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن شعبة الفرقة الخامسة عشرة تابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الحادي والعشرين ضبطت قدسا كبيرا للاعتداء المختلفة في منطقة مقالة عين الجحش قاطع عمليات غرب نينوى يحتوي على أكثر من خمسة آلاف حاوية عتاد من نوع أحادية أعلنت وزارة الدفاع أعداد المفسوخة عقودهم وألية توزيعهم على وجبتين وقال معاون رئيس أركان الجيش الفريق سعد العلاق في مؤتمر صحفي إن العدد الكلي للمفسوخة عقودهم 37.588 شخص العدد الكلي للمفسوخة عقودهم 37.588 موزعين بعدد 36.000 و293 مراتب و45 ضابط والف و1250 موظف مدني. يوم عشرة سبعة ان شاء الله سيتم الاعلان من خلال الموقع الرسمي لوزاره الدفاع بالاشاره حسب الحروف الابجديه الى مراجعه المشمولين الى مراكز التطوع في المحافظات. ومن أجل إنهاء المظاهر المسلحة ووأد فتيل النزاعات العشائرية، رعت العتبة الحسينية مؤتمرًا في ميسان بحضور جمع من شيوخ العشائر الذين رحبوا بتلك المبادرات التي من شأنها إنهاء مصادر الخلاف والاقتتال. أحمد السدخان النزاعات العشائريه المسلحه ونبذ الخلافات والاحتكام الى سلطه القانون كانت ابرز المحاور على طاوله المؤتمر العشائري الذي اقيم في قضاء المجر الكبير بمحافظه ميسان برعايه العتبه الحسينيه المقدسه والذي شهد حضورا لافتا من قبل شخصيات دينيه واجتماعيه وامنيه فضلا عن الجانب الحكومي. هذا المؤتمر العشائري الذي عقدته العتبه الحسينيه المقدسه من اجل تخفيف المشاكل العشائريه الحادثه الموجوده في هذه المنطقه العزيزه نسال الله تعالى ان يعين القائمين على هذا البلد من مسؤولين من قوات امنيه ومن شيوخ عشائر ومن معتمدين للمرجعيه على التعاون والتكاتف من اجل تحقيق هذا الامر المهم والحيوي لتطوير البلد. مجموعه من شيوخ وسادات عشائر محافظه ميسان تحت عنوان التهدئه العامه وعدم اطلاق العيارات الناريه والقوامه العشائريه والدقه العشائريه لان في الحقيقه هذه الايام ومنذ سنوات شهدت محافظه ميسان عده اختراق للقانون وعدم احترام للقانون ونحن من هذا المنبر ندعو عشائرنا الكريمه الى الاحترام العام للقانون. واحترام الشرع المقدس المؤتمر وضع عددا من النقاط والمقترحات الاساسيه التي من شانها نبذ الخلافات العشائريه ومحاربتها فيما اكد الحاضرون على اهميه هكذا فعاليات لتعزيز السلم المجتمعي ودعم القوات الامنيه. لك هذه المبادره حقيقه مبادره قيمه جاءت في وقت مناسب جدا مناسب وتشوف اليوم ابناء العشائر كلهم يستمعون الى توصيات وتوجيهات العتبه الحسينيه ومعتمدي المراجع اضافه الى حضور الاخوه في الجهات الامنيه والمحافظه احنا, احنّا في محافظة ميسان سبق وإن كانت لدينا لقاءات وأيضاً ومؤتمرات وتشكيل لجان لردم الهوّة في داخل العشائر وأخذت ما أخذها ولكن في الفترة الأخيرة كان هناك تراجع حقيقة تراجع أمني تراجع عشائري. وضع هذا المؤتمر أهداف رئيسية منها الدقة العشائرية منها مكافحة المخدرات ومن هذه الممانات هو الدعوة إلى مساندة رجل الأمن من قبل العشيرة أثناء تية الواجب ومن الجهة التي ينتمي إليها الجهة الأمنية من هذه المادة نحتاج إلى هكذا مؤتمرات لدعم المرجعية الرشيدة لنبذ العنف الذي يحصل بين عشائرنا في محافظة ميسان وبالمجر ونواحية بالخصوص ويحتاج الى تصحيح المسار العشائري بعد السبل الكفيله للحد من النزاعات العشائريه المسلحه واطلاق النار العشوائي التي تؤثر تاثيرا سلبيا كبيرا على مجمل الاوضاع الحياتيه وتهديد السلم المجتمعي كانت اهم المحاور التي بحثها هذا المؤتمر الذي عقد برعايه العتبه الحسينيه المقدسه احمد السدخان الفرات ميسان شكرا لكم السلام عليكم ورحمه الله